النهارده عامل تحدي مع زيزو، بنشوف مين اللي هيكسب النهارده. معانا التحدي، مين يكسب اكتر؟ جاهز؟ انت اللي هتكسب؟ لا، انا اللي هكسب الاول. انا اللي هكسب، انا اللي هكسب. انت هتكسب؟ طب بص، شجعوا زيزو واشتركوا في القناه بتاعته الجديده. اوه، ايه ده؟ ده عامله زي الفانوس. شجعوا زيزو النهارده، القناه بتاعته 30 واحد. اتمنى الفيديو ده يوصل 20 لايك عشان زيزو فرحان قوي ان هو هيفتح. انت هتفتح واحده وانا هفتح واحده، واللي هيكسب هيبقى فيه عقاب. ماشي خلاص. استنى قبل ما نبدا الفيديو، اتمنى ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه، عشان لو انت ما اشتركتش في القناه احنا بنزعل جدا جدا. اشترك في القناه، وزيزو بيقول لك اعمل لايك عشان القناه بتاعته توصل ل 10 مليون متابع، صح؟ اعمل اوكي. يلا دلوقتي زيزو اللي عليه الدور وهو اللي هيفتح. افتح يا زيزو، بص افتح من هنا كده كده وكده. افتح يلا، ويا رب زيزو يكسب النهارده عشان اول فيديو طويل من تحدي البسكوت اللي بيكسب فلوس. افتح بسرعه وريني. اوه، زيزو كسب 5 جنيه. زيزو كسب اول 5 جنيه يا جماعه، شجعوه في الكومنتات، واتمنى ان انتوا تكونوا بتعملوا لايك. وكسب لبان كمان. ايه ده؟ وريني ايه ده؟ ما كسبتش حاجة تاني؟ كسبت البان وكسبت 5 جنيه؟ ايه؟ حمرا ودو؟ كسب دو. وزيزو كسب أول 5 جنيه، وأنا اللي هفتح دلوقتي، ويا رب أفتح وأكسب. يا رب. أوه، ما كسبتش حاجة يا زيزو. ما كسبتش حاجة، حظي وحش، زيزو هو اللي حظه حلو. لبانة حمراء، لبانة واحدة. انت كسبت البنتين وكسبت 5 جنيه يا ابن المحظوظة. كسب 5 جنيه، ده في ورقة. اوه، كسبت ورقة، وكسبت ورقة. زيزو كسبني ورقة حلوة قوي. وفي لبانة تاني حمراء، شكلها حلو على فكرة. الفوانيس دي تعمل فوانيس والله. دلوقتي زيزو هو اللي هيفتح، اتمنى ان انت تشجعه في الكومنتات. هفتح لك حتة وانت هتفتح الباقي. ايوه كده، افتح يلا. يا رب زيزو يكسب، عشان فرحان النهارده ان هو كان نايم، هو تعبان وكان نايم وصحي ولقاني بعمل فيديوهات، قال لي لا يا بابا انا هعمل معاك فيديو. ويو حمراء وزرقاء، كسب لبانة حمراء وكسب لبانة زرقاء وكسب. ده زيزو لحد دلوقتي هو اللي كسبان، صح؟ قول لهم يلا في الكومنتات اوكي اوكي، اعملوا لي اوكي اوكي. زيزو، زيزو لحد دلوقتي كسبان 5 جنيه. اختار لي واحده نفتح، انت فاهمني؟ ايوه كده يا معلم. يا رب بقى اكسب النهارده 5 جنيه. افتحها يا زيزو، انا افتح. ايه، هدي الفلوس بتاعتي يا عم. انا كسبت 10 جنيه ورق من المنتجات اللي بتكسب فلوس، وهي البان كوبرا. زيزو لحد دلوقتي كسبان 5 جنيه، وانا على الصفر عمال ياخد اللبان. بصوا عمالين ياخد اللبان ازاي. بص اللبان اللي زيزو كسبه اهو، لبان دو. معلش، انت كسبت كتير كتير كتير. ودلوقتي زيزو اللي عليه يفتح. استنى افتح لك حته صغيره. عايز اقول لكم ان اللبان ده بيبقى مكتوب عليه بيكسب سبائك ذهب وفلوس كتير. يا رب زيزو يكسب. وكسب لبان كتير. ايه ده؟ كسب ورقه، كسب فلوس. زيزو، زيزو كسب فلوس يا جماعه. اتمنى ان انتوا تشجعوه وتوصلوا القناه بتاعته ليه 1000 متابع، عشان زيزو ده عسل جدا جدا، وهو بيحب يعمل فيديوهات زي باباه. مش انت بتحب تعمل فيديوهات زي بابا؟ طب قول لهم باي، اديلهم لايك، اعمل لايك. جدعين، يلا بقى انا اللي عليا الدور، ويا رب افتح. اوه يا لهوي، كسبت البان كتير، كسبت البان كتير. واو، وريني بابا. كسبت فلوس بابا. كسبت فلوس. وزيزو لحد دلوقتي كسبان 5 جنيه، وانا كسبان حاجات كتير. وزيزو يا عيني كسبان كتير قوي. مين اللي على الدور؟ انت. طب افتح كده، بص وافتح انت بقى. يا رب تكسب يا زيزو، يا رب تكسب. هات دول كده، هات دول كده وافتح. كسبت البان وكسبت 10 جنيه ورق. وقعت. طب سيبها، احنا لما نخلص نبقى نجيبها. وزيزو كسب النهارده فلوس كتير، صح؟ انت مبسوط؟ مبسوط قوي؟ طب هات بوسه. يا عم هات بوسه، سيب الفلوس، هات بوسه. شطور، زيزو كسب 10 جنيه ورق. مين اللي هيفتح؟ انا؟ بابا اللي هيفتح؟ يا رب اكسب بقى النهارده في لبان كوبرا اللي بيكسب فلوس. زيزو كسب لبان وانا كسبت فلوس، كسبت 5 جنيه. مين اللي عليه الدور؟ انت؟ طب هتفتح لك. زيزو ده ولد حلو قوي وسكر قوي وبيسمع الكلام. انت يلا يا زيزو وريهم بقى هتكسب ولا مش هتكسب النهارده. لبان اللي بيكسب فلوس، تحدي بيني وبين زيزو، والعقاب جامد جدا جدا. وريني، افتح هنا.
وريني. اوه كسب ليفانتين شاطر. زيزو بيكسب النهارده كتير قوي و10 جنيه انا مين اللي عليه؟ انا؟ طب يلا قول لهم اعملوا لايك واشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش، ولا انتم مشتركين فعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو وقولوا لنا بتحبوا تتفرجوا على تحديات ايه واحنا نعملها لكم انا وزيزو. اوبا يا لهوي يا زيزو كسبت 10 جنيه يا زيزو. بابا كسب 10 جنيه. زيزو اللي كسب 10 جنيه يا جماعه النهارده، كده زيزو هو اللي كسبان 15 جنيه وزيزو اللي عليه الدور دلوقتي. يا رب زيزو يكسب، يا رب زيزو يكسب، يا رب يا رب يا رب زيزو يكسب. افتح افتح انزلي. ياه كسب ليفانا وانا كسبت 10 جنيه. لحد دلوقتي زيزو كسبان 15 جنيه من ليفان كوبرا اللي بيكسب فلوس. اتمنى لو انت بتتفرج لحد دلوقتي اعمل لايك وشجع زيزو وقول له في الكومنتات انت اجدع زيزو في الدنيا. انت اللي هتفتح ولا انا؟ انا ولا انت؟ انا هتفتحها لي؟ طب يلا يلا يا رب زيزو يكسب. اوه مين اللي كسب انا ولا انت؟ مين اللي كسب انا ولا انت؟ وكسب ليفان. يا لهوي ليفان كوبرا النهارده كسبنا 20 جنيه. بالنسبه لزيزو هو فرحان بالليفان اللي كسبه، بالنسبه لي انا خدت 20 جنيه من العلبه، العلبه ب 50 جنيه. اتمنى لو انت بتتفرج علينا لحد دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناه وشجع زيزو عشان دي قناه زيزو، وقول لهم انا بحبكم جدا جدا. اعمل لهم قلب قلب قلب. ايوه كده يا زيزو اعمل لهم قلب وقول لهم باي باي. نشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.